يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام، من وين ما كنتم، معكم جود جي دي 13 من هروج مصارعه بحلقه جديده من ملخص حرب ليله الاربعاء. ادري المفروض هروج متابعين تنزل، والله ما سحب، بس لما جيت اشتغل عليها الملف ضرب. فبعد ما تشوفوا هذه حكون انا شغال خلف الكواليس قاعد اسجلها ومنتجها، فما بطول في البدايه، خلينا نقول بسم الله ونبدا. طبعا الاسبوع الماضي كان NXT Takeover اللي هو War Games، وتكلمنا عنه، يمديك تروح تشوفوه وتسمعوا رايي عن التيكوفر كامل. لكن اعلنوا في 6 يناير انه حيكون في عرض خاص او مهرجان مصغر زي ما تعودنا دائما. العرض هذا حيكون اسمه New Year's Evil او الشر في راس السنه. فخلينا ندخل في NXT هذا الاسبوع ونتكلم عن افضل مباراه في هذا الاسبوع. NXT هذا الاسبوع قدم مباريات مختلفه، لكن واحده منها اللي جدا عجبتني وجازت لي توماسو تشامبا ضد كامرين غرايمز. قلنا انه احتمال كبير توماسو تشامبا يتوجه لكامرين غرايمز او كوشيدا او حتى داميان بريست، وبالفعل شفنا اول وجهه واللي هي كامرين غرايمز. لكن الحلو في هذا كله انه خلال المباراه ربطوا قصص مختلفه، شفنا تيموثي ثاتشر يجلس جنب الحلبه ويراقب توماسو تشامبا، وبرضه شفنا تايلر راست الوجه الجديد والنجم الجديد في NXT. رغم فوز توماسو تشامبا في المباراه والاداء الممتاز اللي كان بين كامرين غرايمز وتوماسو تشامبا، الا اني ما زلت عند رايي انه احتمال كبير نشوف تحالف بين تيموثي ثاتشر وتوماسو تشامبا في الفترة الجاية، مو شرط الحين، ممكن تكون على نسبة عداوة كذا معينة بعدين يصيروا متحالفين مع بعض. هذا اللي شوفه عن نفسي، هذه أفضل مباراة في هذا الأسبوع. الحين حندخل ونتكلم عن أفضل فقرة في NXT لهذا الأسبوع. للأسف هي ما هي أفضل، هي أفضل الأضعف، لأنه بصراحة الفقرات كانت ضعيفة. لكن خلينا نتكلم عن هذه واللي هي كانت فقرة الافتتاح في عرض NXT على اللقب NXT تايتل. البطل فين بالر طلع وتكلم عن اللقب وتكلم انه ما حد حيجي يوقف في طريقه ابدا. رغم هذا الكلام الا وشفنا بيت دان من ذا براند يطلع، وبرضه شفنا كايلو رايلي وشفنا داميان بريست، وكل هذول الثلاثه عينهم على لقب NXT، وهذا يدل انه ممكن نشوف مباريات تاهيليه في الفتره الجايه. لكن كل هذا على جنب، والمستوى اللي قدمه فين بالر على جنب، لانه فين بالر كان بمعنى الكلمه داخل في جو البرومو في القصه، وتحس خطابه خطاب موجه لمنافس او لمين ايفنتر ثاني، مو لمجموعه. والمشكلة اني خليت هذا الشيء ضعيف، لانه ما كان في تفاعل لا من الجمهور ولا من النجوم اللي دخلوا في هذا السيجمنت. كل النجوم اللي دخلوا تحس كل واحد قاعد يخبط مع الثاني في كلامه في بروموهات، وتحس الوضع كان مرة فري لدرجة انها ضاعت من يدهم. ويكمل هذا السيجمنت بظهور سكارلت بوردو. يا هو من ظهور يا ويلي، فين بالر ما كان يهمه لا سكارلت بوردو ولا عودة كارين كروس. والشيء اللي ما عجبني مرة انه لما مشي فين بالر وفضلت سكارلت، داميان بريست رمى كلام على كارين كروس وقال لها شكلك انت اللي تسوي الشغل مو خويك اللي جالس ورا في السيارة، فهذا سبب حاجة ثانية حنيجي نتكلم عنها بعد شوية. فالفقرة بشكل عام يعني تعتبر ضعيفة، بس هي أفضل الضعفاء. الحين حنيجي ونتكلم عن أفضل 3 نجوم من عرض NXT لهذا الأسبوع. النجم الأول فين بالر. فين بالر طلع بمعنى الكلمة بطل حقيقي لNXT، وكان جدا جدا قوي في حواره، وكان فريد من نوعه كبطل. وهذا الشيء الحلو انه الحين بناء مهرجان NXT New Year's Evil حيكون على حس ورأس فين بالر. اتمنى انه ما يكون كارين كروس، اتمنى. الشخص الثاني كيليان دين رجع للمباريات الفردية من جديد، وشفنا مستوى جدا ممتاز قدام بيت دان، وعودة برضو دريك مافريك اللي ساعدت كيليان دين. لكن كيلين خسر، هذه ما هي مشكلة انه يخسر، اهم شيء انه شفناه يرجع ينافس من جديد كفردي او حتى كتاك تيم، لانه يعتبره موهبة جدا جدا نادرة خصوصا في NXT، وحتى الان ما عرفوا يستغلوه 100%. واخر ناس يدخلوا معانا في NXT لهذا الاسبوع هم جريزلد يونغ فترنز GYV. مباراة كانت جدا ممتازة قدام امبيريوم وقدام ايفر رايس. ادري انه في ناس حيقولوا طب ايفر رايز ولا امبيريوم، عن نفسي شفت GYV كانوا جدا متألقين، وخصوصا انه لما رجعوا بطريقة جدا قوية واخذوها بفوز جدا مهم قدام امبيريوم وايفر رايز. ولما نجي نتكلم عن اسوأ حاجة صارت في NXT هذا الاسبوع، صراحة حاجتين ولازم اختصرها بشكل جدا سريع. الاول برومو جوني غارغانو اللي كان عبارة عن لخبطة وبهدلة، عكس البرومو اللي قدمه جوني غارغانو خلف الكواليس بعد البرومو المعفن هذا. ما عجبني ابدا البرومو، حسيت ما رتبوه ابدا ولا اهتموا فيه، وحسيت انه كانوا يقدروا يطلعوا بحاجة احلى وانظف، خصوصا انه قدموا اوستن ثيري واندي هارتويل، وقدموا اسم الفرقة او العصابة الجديدة سموها ذو واي الطريق. فيعني احس ما في اهتمام كبير لا في الاسم ولا في طريقه تقديم هذه العصابه، وشيء كان جدا تعيس.
تعيش، وضيف عليها ظهور كاريان كروس، ما حد يطلع زي كذا. واحد كان بطل لانكستي واضطر انه يسلم اللقب، يعني ما خسر، يرجع بالطريقة هذه وبالطريقة الضعيفة هذه. حسيت انه مفروض يطلع بطريقة اللي احنا تعودنا عليها، يعني قبل لا ينصاب وقبل لا يصير بطل كل ظهور له كان احلى وشيق اكثر من الثاني. ولما نشوف العودة نشوف العودة بهذا الاسلوب وهذه الطريقة، صراحة يعني كانت جدا جدا تعيسة وما جازت لي ابدا. ولما نتكلم عن ايش افتقدنا من عرض NXT لهذا الاسبوع، ارجع واقولها للمليون مرة، اعتماد NXT على فئة النساء بانهم يكونوا مين ايفنت ما راح توديهم مكان. حتى المشكلة انه المين ايفنت اخذوها بقصة هامشية او جانبية، ما هي قصة على لقب NXT النساء، ولا هي قصة على اهم لقب اللي هو لقب NXT. يعني سيجمنت الافتتاح لو صار في المين ايفنت اتوقع الوضع كان اختلف جدا. فاتمنى NXT تركز انه عندها اشياء اثقل من انه مجرد تسكيت مجموعة او فئة من الناس اللي هي مهتمة بفئة النساء. فئة النساء اللي عندكم جدا رائعة وقوية، بس ما يحتاج يعني تخلوها مين ايفنت وهذا، وزعوها في العرض، خلينا ننبسط، يرحم اهلكم. خلصنا من NXT والحين ندخل على المعلمين AEW داينامايت. صراحة ما أدري وين أبدأ وين أنتهي. من ثاني عرض لهم داينامايت، وأنا طلعت أتكلم هنا ولا في البودكاست أقول العرض ما يتقارن بNXT، يتقارن برو وسماك داون. الشيء اللي هم قاعدين يسووه كان جدا متوقع من البدايات، ولو ترجعوا تسمعوا الحلقات هتشوفوا أنه كنت أقول لكم أنه في تصاعد مو طبيعي بالنسبة لي AEW، ومجرد وقت لما يلقوا نفسهم ويحطوا نفسهم في القمة فوق أتوقع قربوا جدا. خلينا ندخل في عرضنا اليوم وداينامايت ونتكلم عن أفضل مباراة صارت في عرض AEW داينامايت هذا الأسبوع. مباريات كثيرة، الكارد كان جدا ملغم، ستاكت على قولتهم، لكن في مباراة اللي حسيتها يعني طلعت بشكل أريح وأحلى وأنظف، واللي هي مباراة الثلاثة ضد ثلاثة، فريق أدي كينغستون ضد فريق لانس آرشر. أدري خبصة أنه اختاروا لانس آرشر مكان باك، بس الواضح أنه باك ما هو موجود، فما راح نركز على باك هنا، راح نركز على مستوى الفريقين والمستوى اللي قدموه. واحد جدا طلع وبرز في هذه المباراة واللي هو زي دائما يعني راي فينيكس، مجنون ايش هذا يا ولد. فالمباراة جات في وقت جدا مناسب، العرض قاعد يطلع ويتصاعد بشكل يعني جدا سريع، والرتم كان جدا حلو وحماس، وجات المباراة توقع في الوقت المناسب اللي ساعدت الحماس يطلع زيادة للسيجمنتس اللي جات بعدها. فمباراة بالراحة تدخل معانا كأفضل مباراة كتوقيت وكمكان في الكارد وبرضو كإنتاجية خلال هذه المباراة. الحين حنتكلم عن أفضل فقرة صارت في عرض AEW داينامايت لهذا الأسبوع. طبعا فقرة ستينج وكودي، ولا فقرة الانر سيركل، ولا فقرة فقرت كيني أوميجا. عن نفسي اخترت واحدة واللي حسيتها جدا جدا ممتازة لأسباب كثيرة، وهي فقرة كودي وستينج. طبعا ستينج طلع عشان يتكلم، هذا المفروض انه توني شيوفاني يجلس مع ستينج، ما اعرف ليش غيروه وخلوا كودي جوا الحلبة، لكن هذا AEW وهذا كودي. طلعوا الاثنين، كودي موجود ستينج موجود، وتوني شيوفاني سحب نفسه، ستينج مسك المايك وبدأ يتكلم ويفرغ الطاقة اللي داخله اللي كانت مكبوتة سنوات. الشيء المهم في حوار ستينج كله انه كل تركيزه على داربي آلن، فهذا يوضح انه في قصة بمعنى الكلمة مهتمين عليها. والاحلى من هذا كله انه قبل البرومو وقبل السيجمنت هذا شفنا داربي آلم في باكج كذا جدا حلو، وطلع يعني بطريقة جدا إبداعية كالعادة، وكانت ردة فعله لصورة ستينج جدا لطيفة وحلوة، وعجبتني الضحكة، حسستني انه في قصة جدا قوية وراهم، فننتظر هذا الشيء. لكن الشيء الثاني اللي انتبهت عليه هو كودي. كودي يبغى مباراة قدام ستينج، هذا الشيء واضح، وممكن نشوف تحول لكودي تدريجي، يعني لما يقلب هيل ضد ستينج ويبنوا ذيك المباراة. وعن نفسي انا موافق 100% المباراة زي كذا، كودي ضد ستينج، لانه فيها ارث مرة ثقيل، تتكلم عن ستي رودز وستينج ودحين كودي، يعني حتى كاسم للكارد حتكون ثقيلة. لكن لازم اتكلم عن الخبل والمجنون ستينج. ستينج يا جماعة حتى هو عمره 60 لما مسك المايك وبدأ يتكلم، والله العظيم اليوم إذا ما أشوف أحد من النجوم اللي موجودين بأسلوبه أو بأسلوب الناس المخضرمة هذول متفاعل في السيجمنت، حتى لو السيجمنت كان بيض، شيء مو طبيعي الصراحة من ستينج بعمره هذا وبالأسلوب هذا يقدم ذا الشغل، صراحة أحييه وجدا متحمس أشوف كيف راح يشتغل مع ستينج في الفترة القادمة. الحين نجي لأفضل ثلاث نجوم من عرض AEW داينامايت. النجم الأول ري فينيكس.
راي فينيكس في المباراة قبل شوي تكلمنا عنه، لكن بمعنى الكلمة هو الوحيد اللي كل أسبوع لما يطلع يطلع بشكل جدا قوي، وتحسه مين إيفنتر من عيار ثقيل. وهذا الأسبوع طلع بشكل جدا قوي في مباراة جدا مهمة لقصتهم. الناس الثانيين أو الأشخاص الثانيين اللي حيدخلوا معانا واللي هم اليانج باكس. اليانج باكس لعب مباراة جدا ممتازة في بداية العرض، وهذا الشيء اللي كان حلو إنهم افتتحوا العرض كأبطال، وكان مباراة جدا ممتازة ورفعوا سقف الحماس. فكل التحية تروح لليانج باكس على شغلهم النظيف في افتتاح العرض ومساعدتنا احنا للجمهور انه نشوف العرض واحنا متحمسين من اول ثانية. الشخص الثالث واللي هو كيني اوميجا، لاني ما اخترت فقراته لانه فقراته حتى الان ما فيها ذاك الشيء المهم، لكن لو فيها حاجة حلوة فانا هتكلم عن اسلوب وتطور كيني اوميجا بشخصيته، شخصية الكولكتر اللي حيجمع الالقاب، شخصية دون كالس ذا انفيزيبل هاند، شخصيتين جدا متلائمة مع بعض وراكبة مرة كويس. الحلو انه كيف كيني اوميجا تغير من شخصية اللي تعودنا عليها في اخر فترة لشخصية جدا مخالفة، تذكرني بفايس سيتي جي تي اي، ومعطيها جو مختلف. كيني اوميجا قاعد يبدع، وغير كذا انه كيني اوميجا ماسك عرضين امباكت وداينامايت. فننتظر نشوف الاسبوع الجاي كيف حيطلع في امباكت وكيف حيربط امباكت مع اي اي دبليو داينامايت الاسبوع القادم. طبعا لما نجي نتكلم الحين عن اسوء حاجه صارت في اي اي دبليو داينامايت، ما في شيء سيء الصراحه، لكن في شيء ضعيف. شيء ضعيف هذا اتوقع كلكم عارفينه، واللي هو السيجمنت ولا الفقره حقت براندي وشاكيل اونيل. طبعا في البدايه كلنا كنا نتوقع انه هذا كله بناء لشاكيل اونيل ضد كودي، لكن واضح انه شاكيل ما هو جاهز، فقاموا صرفوها وقال شاكيل انه مجرد بس عبط كذا قاعد يصير في السوشيال ميديا وتويتر. لكن التركيز واضح كله الحين على جيد اللي جاي من طرف شاكيل وبراندي. السيجمنت ما عجبني صراحه، يعني فيه له لمسات حلوه فقط من شاكيل اونيل اللي هو اصلا متمرس بالاجواء هذه ومتمرس بالاجواء السينمائيه، فعرف يطلع حاجه جدا ممتازه. لكن لما اجي اتكلم عن براندي، انا نفسي اعرف ليه براندي تستخدم الاسلوب السوقي هذا ولا الشواري، وزوجها كودي يستخدم اسلوب جدا كلاسي ونظيف ومختلف، لانه ما هو شيء مهم بالنسبه لي، خصوصا انه في الموضوع اسم مره ضخم زي شاكيل اونيل، وفي الاخير تستغله عشان براندي اللي هبقات، يعني ممكن في اي لحظه يقول لك خلاص ما ابغى اكمل هذه القصه. يا استقعد اسبوع يا ادري اسف. لكن خلينا نجي نتكلم عن ايش افتقدنا من اي دبليو لهذا الاسبوع، حتى لو باك، بس باك عنده ظروف، فحقول ولا شيء، ما في حاجه. عرض محبوك رائع. اوكي خلصنا عروضنا الحين الاثنين، وخلينا اعطيكم المختصر والمفيد. طبعا NXT هذا الاسبوع يعني يعتبر عرض جيد الصراحه، لطيف. من بعد الوار جيمز اعطونا حاجه حلوه الصراحه، شفنا بالر، شفنا عوده كاريون كروس، شفنا شامبا وثاتشر، شفنا اشياء مختلفه، وشفنا برضو التركيز على فئه النساء، وانا اتوقع فئه النساء هي اللي سببت لهم النزله كذا في العرض. فNXT لازم يلحق نفسه الصراحه، يا هو عرض يا انهم اصلا ما هم مهتمين لحرب ليله الاربعاء، WWE مستنيه AEW توصل لحرب ليله الاثنين، ممكن هذا اللي يبغوه، ما ادري. على العموم NXT لهذا الأسبوع لو بقيمه أبعطيه 6.5 من 10. وبالنسبة لـ AEW Dynamite، تصاعد جدا محترم من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع وقبلها بأسابيع، وخصوصا إعلان عن الأسابيع الجاية اللي حتكون جدا ثقيلة. أعلنوا عن 3 عروض مهمة وكلها خاصة للكريسماس، رأس السنة، ما بعد رأس السنة، وكل عرض أكبر من الثاني. فـ AEW صراحة طلعوا بعرض جدا ممتع، استمتعت فيه من البداية للأخير نفس الأسبوع الماضي، واستغلالهم للفقرات الحين صارت أقوى والترفيه صار أحلى. فلو بقيم AEW Dynamite هذا الأسبوع أبعطيه، ها استنى 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 9.5 من 10. عالي مرة عالية. حتى لو عالي ما هي مشكلة، AEW يفوز معانا، وزي ما قلت لكم من سنة AEW مجرد وقت وحيلقوا نفسهم، وهذا هو هذا اللي قاعدين نشوفه الحين. شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. معليش تاخرت عليكم على هروج المتابعين، انا اسف حقكم عليه، لكن ان شاء الله في اليومين هذه حتنزلوا وحتشوفوها وحتنبسطوا فيها، لاني حعيد تسجيلها من جديد. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله القاكم في الحلقه الجايه هروج المتابعين، وكذا اقول لكم الى اللقاء.